النهارده عندنا مصممة أزياء مشرفانا ومنورانا وعاملة حاجات سواري وفستان فرح زي ما شفنا. خليني كده مرة تانية أرحب بأستاذة آلاء الداش مصممة الأزياء. أهلا بيكي. ازيك آلاء؟ أخبارك إيه؟ تمام بخير. كله تمام؟ الحمد لله. احكي لنا كده بقى حكايتك مع الفاشن وتاريخك مع الفاشن. حكايتي مع الفاشن بدأت من سنتين، أو أنا اشتغلت في الكريم من سنتين. أوكي. تمام؟ أنا أصلا خريجة ديكور فنون جميلة. تمام، بحب اي حاجه لها علاقه بالفن. اوكي اوكي. لما انا صغيره بقى خالص، يعني معارض وحاجات كده بقى من ابتدائي تقريبا. معارض ايه؟ معارض لوحات وحاجات زيت، برسم وشغل على النحاس وعلى الازاز وحاجات كده، اي حاجه ليها علاقه بالفن. اوكي تمام. وبعدين بدات وانا في الكليه عايزه، انا يعني انا كشخصيه مش بعرف حاجه اسمها ما ينفعش، عايزه البس ستايل معين فاروح عايزه افصله، ما ينفعش، ما بيتعملش، صعب نتعمل، لا القصه دي مش عندنا. فبدات اللي هو اخدت الموضوع عندي في الاول، لا انا عايزه البس ده. فقعدت ادور مع نفسي في الاول، وبعدين بقى لقيت نفسي بعمل حاجات حلوه بتعجب الناس، فالناس بدات تقول لي طب ما تعملي، صحابي في الكليه كده، فبدات اتشجع وبدات ان انا اعمل حاجات لناس حتى من غير اي مقابل خالص. لحد ما بقيتي تعمليها ايه بقى؟ بتفصلي يعني؟ بقيت بعمل دريس سواري برضو. تفصليهم بنفسك؟ اه. انت بتقصي وبتخيطي وبتطرزي؟ وما كانش باي اساسيات في الاول في البيت. اه كنت مع نفسي كده. وبعدين انت اسكندرانيه؟ اه اسكندريه. منين؟ اسكندريه مندره. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اوكي. بس وبعدين لقيت الموضوع فجاه جالي وانا في الكليه، اول فستان فرح وانا في ثالثه كليه بالظبط. الاول اتوترت وكده، بس بعدين لقيت نفسي ان انا لا انا عايزه اعمله فعلا. ف بس كنت عارفه ان انا عندي كديزايننج حاجه قويه جدا، بس حته التنفيذ ما كنتش لسه درساها. كنت الاول بتعامل مع اتيلي، فانا بعمل ديزاينز وبقف معاهم وهم بينفذوا، لحد بقى ما حسيت ان انا عايزه ابقى فاهمه اكتر. طيب عايز اسالك حاجه، انت قلتي كلمه همسكها عليك. اوكي. قلتي انا بقيت اعمل ديزاينز قويه جدا. كتير من الديزاينر بيعملوا التصميمات بتاعتهم، بس هم مش بيبقوا راضيين، مش راضيين عنها او مش شايفينها حلوه، والناس هي اللي بتبتدي تقول لهم
لا الحاجات حلوه. في ديزاينرز بيوصلوا ساعات العالميه ويقولك انا ولا موديل من اللي عملته حاسس ان انا وصلت فيه للكمال او للي انا عايزه. فانت لسه في اول الطريق خالص وروحتي قايله ايه الديزاينز كلها حلوه؟ لا مش كلها حلوه. اقول في ديزاينز بعملها حلوه قويه. بس الفكره ان مجال دراستي مساعدني. اصل موضوع الفاشن بالنسبه لي انا مش موضوع ان انا بدرس فاشن او ان انا عشان دارسه فاشن او اخدت كورس فاشن. لا دراستي في الكليه علمتني حاجات كتير قوي اساسيات، مش يعني كورسات الفاشن ما اديتهاليش، زي مثلا علاقه النقطه بالفراغ بالخط بالتكامل بالترابط بعلم الالوان بسيكولوجي الالوان اصلا. الحاجات دي كلها انا مش باخد موضوع ان هو دراس فانا بعمله لكلاينت معينه وبس. اوكي. لا انا ببقى حابه ان هو الصوره كلها تبقى بيرفكت. اوكي. فطالما انا وصلت الموضوع ده انا كده ساتيسفايد خلاص، انا كده تمام مبسوطه. عارفه ان لو ديزاين ده فضل معايا فتره هعدل عليه اطلعه احلى. اوكي. يعني اصلا عمليه التصميم عامه دي عمليه مستمره. يعني مني. طب انت لما بتجيلك زبونه عايزه تعمل فستان، بتمشي على رايها ولا على رايك انت؟ رايي انا. ولو قالت لك لا مش عاجبني ده بتعملي ايه؟ انت بيبقى عندك الحاجات جاهزه والناس بتيجي تشتريها ولا انت بتفصلي ولا ايه؟ لا هي بتجيلي الكلاينت تمام. بالاول اول حاجه بشوف طبيعه جسمها ايه، السكين تون بتاعتها ايه، بشرتها، شخصيتها. يعني ساعات ممكن اعمل حاجه حلوه قوي بس ما احسهاش فيها. تبقى شخصيه مثلا فاني قوي والدرس ده حاجه كده فيها يعني رازين شويه مش جاي معاها خالص، او اللون كئيب مش جاي معاها. لا انا بعمل حسب الشخصيه وحسب طبيعه الجسم وحسب اللون. لو انا وهي وصلنا لنقطه مشتركه بين الحاجات دي بنشتغل الدرس. لو هي عايزه حاجه مش لايقه عليها انا مش بعملها. اوكي. ده هي عليها اسمك في الاخر بالظبط كده. اوكي. طيب هنشوف فاصل ونرجع نكمل الفاشن شو. أوكي. الخاص بحضرتك. طيب. فاصل نرجع لكم، خليكم معانا لو سمحتوا. رجعنا لكم مره ثانيه والنهارده عندنا فاشن شو مع الاء الداش مصممه الازياء اللي جاينا من الاسكندريه. مش عايشه في اسكندريه؟ كل شغلك في اسكندريه و كنت كل شغلي في اسكندريه. بس انا سافرت فتره دبي تمام، وقعدت فيها كام شهر كده
جالي اوفرز شغل هناك كتير، بس انا بصراحه يعني ما شغل ايه بقى؟ فاشن. فاشن؟ اوكي. جالي اوفرز بس انا حسيت ان لا، يعني حسيت ان في الاخر كده مش عارفه، حاسه ان انا وطنيه كتير بصراحه. حسيت ان لا، حاسه ان انا عايزه ارجع مصر، وحاسه ان انا عايزه اكمل اسمي. يعني انا كنت اوريدي شغاله ووقفت وسافرت. انت كنت هتشتغلي في فاشن يعني مع حد فاشن ولا ديزاينر؟ لوحدك؟ مع حد؟ اسماء كبيره بصراحه. طب وليه بس ده هيديكي اكسبيرينس فظيعه، هيديكي خبره انا وانت لسه عارفه في ان ده كان البدايه. هيسرع الوقت. تمام. هقول لك على حاجه، انا قبل ما اسافر ما كنتش عارفه انا واصله لحد فين، يعني مرحلتي تقييمي انا واصله لحد فين، ما كنتش عارفه. لما سافرت لقيت ان لا، حسيت ان انا اللي بعمله وهما بيعملوه هو يعني اللي انا بعمله في مجالي هنا هم بالظبط اللي بيعملوه. ممكن مثلا انا اكون مثلا مفتقره لبعض الامكانيات اللي هي ماشيه عليا وماشيه على اي حد تاني. حاسه ان الموضوع هيطول شويه في الوقت، بس حاسه ان هو يعني يستاهل ان انا اقعد هنا وان انا فعلا اشتغل على نفسي. احتكاك مع مصممين ازياء، طبعا انا بحترم كلامك جدا وحلو قوي ان انت وطنيه ترجعي بلدك وتشتغلي في بلدك والكلام ده فيري نايس، بس الاحتكاك مع زي لعيبه الكوره، يعني هو لعيبه الكوره اللي بيروحوا يحترفوا في نوادي بره، موهبه بيتم بيبقى اقوى بكتير عشان الاحتكاك. فانت بقى بتروحي بتتعاملي مع فاشن ديزاينرز عالميين، انت الفكر بتاعك هيتغير تماما. تمام. انا هتشوفي انواع ماتيريالز جديده وهتشوفي نوعيه فكر جديد، فده بيغير تماما. يعني في ديزاينرز كتير قوي من العالميين اللي في الوطن حتى العربي كانوا بيروحوا في اوروبا وفي امريكا بيشتغلوا في بيوت ازياء عالميه، فده بيغير تماما. حلو. انا فعلا عملت كده كفولنتير لكن مش كشغل. هناك الشغل هقعد سنه سنتين وهقعد بقى، يعني مش يعني هناك عندي عقد وهقعد، هتبقى غربه بقى وهسيب هنا، هوقف هنا خالص. فانا كنت بنزل فولنتيرنج عادي، اوكي. كان اصلا هم ببلاش كانوا يعني؟ اوكي. وكنت حق وكانوا هم مرحبين بده اصلا يعني. لكن في حته ان انا اقعد هناك واستقر هناك واسيب شغلي هنا، او ان انا حاسه ان انا واصله لليفل. ده الكلام ده من قد ايه؟ ده السنه اللي فاتت يعني، مش يعني ما بقالي ندمتيش؟ سنه. لا اوكي. بالعكس، لان انا بعد ما جيت هنا جالي اوفرز تانية وكنت خلاص. اوفرز ايه هناك برضو؟ اشمعنى دبي؟ ما انا اصلا ما سافرتش بره مصر اصلا قبل كده غير دبي. اوكي. اصلا يعني كانت اول مره، اول خطوه يعني. وعشان هي بلد مفتوحه فيها كل الجنسيات يعتبروا، فيها كل حاجه ممكن احتاجها اساسا. طب انت مين الفاشن ديزاينرز العالميين بتحبي تتابعي حاجته وتشوفي شغله بيبهرك؟ إلي صعب جدا. إلي صعب. ومين كمان؟ زهير مراد. لا من الاوروبيين، هو ده دولت على طبعا اللي انت قلتيهم اسامي عربيه عالميه، بس من انا العالمين عايزه بقى. اقول لك هما دول اكتر اتنين انا بحب شغلهم قوي، بتاثر بيهم يعني، مش بتاثر بيهم بس انا بحب اشوف لهم حاجه اكتر اوكي. اتنين يعني. مش اللي هو بقعد اتابع كل الفاشن ديزاينرز على فكره اوكي. يعني، بس دول انا بحب فاهم اشوف شغلهم بسيط وبيوصل المسج ببساطه خلاص يعني، طب انت بيوصل. عارفه الاسامي العالميه طبعا اكيد مش كده؟ اكيد عارفه حاجه، بس الفكره ان انا فعلا دول بالنسبه لي اكتر اتنين انا طب بحبهم. وفي مصر؟ السؤال ده صعب. ليه؟ اصل في فاشن ديزاينرز بدأوا قبليكي ب 30 40 سنه. انا عارفه. لا انا مش بقلل منهم من اي حد خالص، مش بقول. لا انا بقول بحب حاجات، ممكن احب دريسز لكل حد يعني، في دريس معين زي لحد مين مثلا؟ معين يعني، في دريس مثلا اللي يكون ديزاينر معين انا حاسه ان هو لا انا عاجبني الدريس ده. حتى على فكره مش شرط يكون حد يكون مثلا بقاله 40 سنه ولا 30 سنه خالص، ممكن حد يكون طب زي مين قولي لي يعني مثلا اسامي. حضرتك كنت مستضيف اميره كظامل، كان عاجبني الدريس بتاعتها جدا. اوكي. تمام. كان عاجبني، بيعجبني في دريسز ل هاني البحيري، ساعات بيعمل دريسز حلوه جدا. هاني البحيري ديزاينر عالمي. اوكي. بس انا مش عشان ديزاينر عالمي يبقى عاجبني كل الدروس بتاعته. طبعا ما انت في عالميين لا كتير ما قلتيهم. بالظبط. طب انت الناس ممكن تتواصل معاكي ازاي؟ فيسبوك وانستجرام. فيسبوك الاء الداش هوت كوتور. وقولي لنا الاء تتكتب ازاي؟ دبل اي ال دبل اي اي اي
ال اي اي ايوه اوكي وبعدين ال داش ال داش اي ال دي اي اس اتش اوت كوتور والانستغرام نفس القصه الانستغرام فيه تو اكونتس اتفضلي في علاء ال داش باي واحده في الاول وفي دبل اي اوكي اوت كوتور برضه طيب هطلب بقى منك ومن كل الديزاينرز اللي في مصر اللي اساميهم على الفيسبوك وعلى الانستغرام بتخلص بكلمه اوت كوتور. اوت كوتور كلمه او مصطلح فرنسي معقد معناه الخياطه الراقيه، واحنا هنا في مصر مش كل الناس بتعرف فرنساوي، فاغلبيه الديزاينرز اللي بيجوا لنا في اخر اسمهم اوت كوتور، الناس بتخش تقعد تدور على اساميهم مش بيلاقوهم بسبب انهم كاتبين كلمه اوت كوتور. اوت كوتور زي ما قلت لكم مصطلح معقد فرنسي، كلمه اوت عالي او راقي، وكوتور اللي هي الخياطه. اوت بتبتدي بحرف الاتش، فاغلبيه الناس بيخشوا يدوروا بالاو، فارجوكم كلكم تحاولوا تشوفوا حل، لان هو مصطلح زي ما بقول صعب الناس مش عارفاه، فممكن بقى تشوفوا مصطلح بالعربي، مصطلح يكون اسهل شويه. ده مش ليكي بس، ده الاغلبيه الناس اللي بيجوا معايا بنعاني من كده. الناس بتقعد تبعت لنا عندنا على صفحتنا 4 شارع الشريف على الانستجرام عندي، احنا مش لاقيين الصفحه، احنا مش لاقيين الصفحه. ف يعني هي حاجه لازم تتصرفوا فيها كلكم، مش عارف ازاي. ما علينا، تعالي نشوف الجزء الاخير أوكي. من الفاشن شو الخاص بيكي. مزيكا. لا عايزه اتناقش معاكي شويه في الماتيريالز اوكي لان الطلعه دي فيه حاجات مميزه قوي في المشا. عايزه اتكلم باول فستان اللي فيكتوريا كانت لابساه اللي هو النبيتي من تحت. ده ايه من تحت القماشه دي؟ ده بليسي. بليسي بليسي وانت عاملاه بس مشدود شويه عكس البليسي التقليدي اللي هو بيبقى نازل بيبقى واسع شويه. انت هنا شديتي البليسي ودي حركه جديده وجريئه طبعا منك. الفستان اللي كان كله شراشيب ده ايه؟ دي ده عقاده؟ خيوط. بص هو هي خيوط
انا مجمعاها مع بعضها اوكي ومخيطاها ومخيطاها تمام، وبعدين بسوي الاطوال بتاعتها بشكل اللي انا عايزاه. عملتيها 7 8 بالظبط كده. وبعدين اشتغلت فيها بسترس. اوكي. الفستان بقى القيره كانت لابسه اللي هو بالكولا. ده ايه القماشه دي؟ هي قماشه كانها مضغوطه. هي اصلا القماشه الاساسيه جايه كده. هي قماشه كانها كذا قماشه بس مضغوطه مع بعض شبه السفنج شويه تمام، زي الحاجات الكابيتونيه شويه. حاجه شبه كده. تمام. وحطيت فوقيها لاير تانيه اللي هي الخطوط دي الطبقه التانية. وبعدين بقى اللي هي الباتر فلايز الفراشات دي اللي انا عاملاها دي. دي دانتيل ولا ايه؟ لا دي انا رسماها على الاوتوكاد. والله؟ بعدين يعني بصنعها بقى. اوكي حلو قوي، فكرته يجنن بصراحه. انت النهارده شرفتيني نورتيني. ميرسي. وكل كولكشن وانت طيبه. انت طيب. ميرسي. اشكرك ميرسي انت جات لنا مخصوص من اسكندريه. ميرسي. ثانك يو. بشكر الاء الداش مصممه الازياء الاسكندرانيه على وجودها معانا النهارده في 4 شارع شريف بالكولكشن الخاصه بيها. النهارده الثلاث نختم معاكم بنشيد يوم الثلاث، يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف. شكرا لكم، باي باي. مزيكا.